أهلا بكم حضرات السادة المشاهدين في هذه الجولة من استوديو الآن، والتي نخصصها للحديث عن الشأن التركي. أهلا بكم مجددا. قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن النظام التركي يخاطر بالتحالف الطويل لبلاده مع أوروبا وأمريكا من خلال اللعب على كل الحبال والجمع بين المتناقضات. وأضافت الصحيفة نقلا عن كبير زملاء المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية أن أردوغان يشدد من قبضته الاستبدادية خوفا من اندلاع انقلاب عسكري أو ثورة شعبية تطيح بحكمه، وذلك جراء السياسات الاقتصادية الفاشلة التي انعكست سلبا على حياة الأتراك. ينضم إلينا هاتفيا للتعليق الأستاذ محمد مصطفى، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي. أستاذ محمد، أهلا بك على إكسترا نيوز. أهلا بك يا فندم. نيويورك تايمز رأت أن هناك خطورة في تحالف أردوغان والنظام التركي مع أوروبا من جهة ومع الولايات المتحدة الأمريكية من الجهة الأخرى، ووصفته بأنه لعب على جميع الحبال أو كل الحبال. في الناحية الثالثة من التحالفات التركية نرى تركيا أنهت صفقة الأس 400 من روسيا، ومقابلات من الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على تركيا بخصوص منظومة الدفاع الصاروخية التي اشترتها. تركيا تحاول أن تتفاوض وتتعامل مع جميع الأقطاب في العالم الآن. هل تستطيع تركيا وهل يستطيع نظام أردوغان تقوية هذه العلاقات بالفعل، أم سيقع في الفخ كما وصفته النيويورك تايمز؟ يعني عندما نتحدث عن نيويورك تايمز فنحن نتحدث عن وسيلة إعلامية ذات مصداقية كبيرة فيما يخص عملية التحليل، وبالتالي أنا أتفق مع ما ذهبوا إليه من أن أردوغان بيحاول اللعب على التناقضات الموجودة في المعسكر الغربي، لكن التوصيف الأهم اللي هم أغفلوه أن ما يقوم به أردوغان الآن تحركات تكتيكية ذات يعني الترابط الاستراتيجي على المدى البعيد في علاقته مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة وحتى مع دول الجوار العربي والإقليمي له، هي بمثابة محاولة لتغيير قواعد اللعبة ودور الطرف التركي في هذه اللعبة التي تم رسم تفاصيلها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ولا تزال سارية حتى الآن. يقوم بعملية بتسمى ريبوزيشنينج أو إعادة تمركز في علاقته مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة، لكن هذه عملية شديدة التعقيد وشديدة الصعوبة. وما يجعلني أراهن أنه سيخسر في النهاية هو أن عامل الوقت لن يسير لصالحه لسببين. السبب الأول يتمثل في التحولات الكبيرة في نمط تصويت المواطن التركي في الداخل بعدما اكتشف الأجندة الخفية لطيب أردوغان وتبنيه تيار الإسلام السياسي والنهج الرجعي للدولة التركية الجمهورية التركية العلمانية التي كانت تتبنى النهج التقدمي منذ تأسيسها سنة 1924. هذا بعد. البعد الآخر الذي لا يلعب فيه الوقت لصالح أردوغان هو البعد الاقتصادي، وإحنا شايفين الانحدار المتسارع في معدلات أداء الاقتصاد التركي بكافة أوجهها وفروعها، وبالتالي هو بيواجه أزمة وهو يريد أن يدفع عبر هذه الأزمة المركبة مع الطرف الأوروبي والطرف الأمريكي الأمور باتجاه مفاوضات جديدة من نقطة انطلاق جديدة. هذا هو ما يتحرك من أجله. وعلشان نبقى برضو بنتحدث بدقة فيما يخص صفقة الاس 400، هو أشار إلى أنه ابتدى يستلم بعض التقنيات الخاصة بالرادارات، لكن الصفقة ستكتمل وصولها 2020، فلازال أمامه متسع من الوقت يناور حتى يدخل في مفاوضات مع الجانب الأمريكي ولاحقا مع الجانب الأوروبي. أنا كنت بطلع امبارح على مقال لمولود شاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، وأرسل إلي يعني من أحد الأصدقاء هناك، لسه عامله من يومين ثلاثة لصحيفة اسمها قبرص بوستالي، طبعا صحيفة في دولة القبارصة الأتراك، بيتحدث فيه عن تهديدات مباشرة لقبرص ودول الاتحاد الأوروبي، لكنه يضع حدودا في التفاصيل.
يعني بيتحدث بوضوح للمرة الأولى إن المشكلة ليست معنية فقط بها شطري قبرص، لكن في مشكلة حدود بحرية بين تركيا واليونان على الجرف القاري، وبالتالي هو بينقب في مناطق نزاع مع اليونان ومناطق أخرى متنازع عليها بين شطري قبرص، وهو بوصفه الدولة الضامنة لازم يبقى له تواجد هناك، لأنه غير موافق، وهو قالها صراحة في هذا المقال، تركيا ترفض الاتفاق المصري القبرصي بشأن ترسيم الحدود البحرية، فهو مصمم على المضي قدما والتصعيد باتجاه حافة الهوية في ملفات شديدة الحساسية حتى ينطلق منها لنقطة تفاوض جديدة بسقف أعلى. هذه هي تقديراته للموقف، وهي يعني أي شخص بيفهم في السياسة الدولية وعلوم التفاوض يدرك أن هذه الحسبة وتقدير الموقف من أردوغان غير صحيح وسيكبده خسائر كبيرة جدا. ولذلك سمعنا امبارح يا أستاذ كتام زعيم المعارضة التركية على عنجهية الشخصية التركية ذكر ما ذكره بحق مصر، يعني مش سهل على سياسي تركي مخضرم ان هو يتحدث مباشرة ويقول ان سياستك يا أردوغان مع مصر كبدت تركيا خسائر كبيرة جدا، ويقول لازم تروح تتصالح ونمد ايدنا لمصر، الكلام اللي احنا قريناه وسمعناه امبارح كلنا ده امر مع الكرامه السياسيه في الشخصيه التركيه صعب ان يصدر عن زعيم سياسي. لكن الموقف هو يدرك زعيم المعارضه التركيه ان الموقف يضر تماما بمصالح الشعب بالتأكيد. التركي وبمصالح بالتأكيد. الجمهوريه التركيه. أستاذ محمد مصطفى الكاتب الصحفي المتخصص في شأن تركيا، أشكرك شكرا جزيلا، والشكر موصول لكم بكل تأكيد حضرات السادة المشاهدين. دمتم في أمان الله، سالمين.